مرحبا بكل من التحق بنا في استديوهات برنامج الويكاند. نرحبوا بضيفنا اللي نورونا في بلاتو الويكاند بيان سور. نعاودوا نرحبوا بريحاب حميده اللي هي بيان سور اليوم جات تحكي لنا على ميكرووند ال جي. مرحبا. مرحبا فاطمه. اليوم باش نحكي لكم على الميكرووند فور من ال جي وشنو هما الحاجات اللي يتميز بهم. هايله برشا. نعاودوا نرحبوا الدكتوره رفقه المولي اللي اخصائيه ودكتوره في المواد الغذائيه. مرحبا. سافا؟ شدينيك ما خليكش تروح طيب على الشيك. نقعد. على خاطركم نقعد. رحبوا كيف كيف مول البرنامج رستم بوهليل. مرحبا يا رستم. فاطمة شنو أحوالك أنت؟ سافا؟ الحمد لله. إن شاء الله اليوم نكملوا نزيدوا نحكيوا ونتعمقوا شوية في الموس. جبنا ليزيشونتيون تاع الموس باش شوية من ليزيشونتيون. لكن فما حاجة أخرى والله يرحم والديها كشاف سامي البارح هز لي مفطور. آه صحة يا مستوستينكي. صحة وبشفاء. نسلم عليه بالقدا بالقدا. أكثر من البارح. أيوا. أها. قالش توا. دكتور رفقة باش تغشش. آه يزيد يسلم. رفقة باش تغشش حتى الدكتورة رفقة اليوم تغور في الأمام مانيش فيه. أعطيك الكلمة شافك. وتوا كما قلنا الشيف دونج من عند وردة اللي باش نفوروها. حطينا الخضرة نتاعنا سي جوست باش نزيدها شوية زيت. وشوية ملح وباش نخلطها وباش نحطها في الكاسكاس. زيد نحب نذكر بربي الجوكير على الماتريال المزيان برشا هذايا سورتو الغاز اللي يشره باش واحد الحق يقعد ديما يطيب سورتو حكاية السيكوريتي للصغيرات حاجة الحق باهية برشا معناتها حتى كان تبزعت حاجة وتفي الغاز ما يقعدش الغاز يمشي دونك هذه اهم حاجه هي السيكوريتي سورتو لصغيراتنا دونك مشكوره جوكير. بعد ما حطيت انا الشوربه نتاعي هذايا شوفو دونج من عند ورده تتفور تو باش نتعداو للسلايطه اللي كما قلنا الباز نتاعها قندريه اللي صمتناها وباش نعطيكم تكنيك سهله برشا في الصمتان باش ما تجينا ساعات خاطر نصمتوها برشا دونك تجينا من بعد ماهيش بنينه مش كما نحبوها احنا سورتو للسلاطه. دونك نحطوا الماء يغلي السوفي غلي 7 مينوت بالحساب ونخرجوا كعبه القندريه من بعد نقشروها ونقصوها كما نحبوا احنا. انا باش نقص كعبات والكعبات الاخرانيين باش نخليهم معناتها صحاح. هذه لاختي شو دو بيزيرت كما تشوفوها هكا يابسه شويه دونك كروكونت. دوك مخصيتهم هذوما خليهم كاملين والاخرين باش نزين بهم باش نزيد عليهم شويه بطاطا مسموطه زاده هي شويه معدنوس زيتون اكحل. انا زيتون اكحل في السلطه كي خلطها يجيني ديما نحبه خير من الزيتون الاخضر. شويه طماط سوريز ولكن عندكم شويه طماطم قصوها جويده كالعاده ملح وفلفل اكحل مع شويه زيت زيتونه وباش نقص شويه بيمونت كايين زاده باش يزيد يفوح لي السلايطه. هذوما الكل باش نزيد عليهم جبن مرياح اللي اخترناه اليوم جودا للسلاطه يجي ياسر بنين. باش نخلي شويه نزين بيك العاده والباقي باش نحطو في وسط السلاطه جوست توا باش نخلط ونحطها على جنب بالطبيعة وبعد نزينها باش نعمل كعب عظم وشوية جبن وكعبات الاختيشو اللي خليناهم للزينة. دونك أنا باش نكمل السلايطة نتاعي ومن بعد باش نرجعوا نشوفوا مع بعضنا الحاجة الحلوة من عند سمارت شيف. ميرسي شيف يعطيك الصحة وقيد باش نحكيو على التي شنو الحاجات الباهية اللي لازمنا نحافظوا عليها كيف كيش على شنو لازمنا نبعدوا كيف نطيبوا التي وخاصة كيفاش لازمنا نختاروا التي نتاعنا. نعطيك الكلمة دكتورة رفقة. أي انا اليوم جيتكم في المود نتاع التاي ونتاع الشاي دونك خاطر باش نحكي لكم بالحق على التاي وما تحلق عادتنا كان بالتاي ولا دونك عندنا التاي راهو مهم ياسر ياسر وما لازمناش نتخليو عليه في عادتنا الغذائيه. علاش فاطمه؟ على خاطر هو اول حاجه غني برشا بمضادات الاكسده لي بوليفينول والبوليفينول اللي نلقاوه في التاي اسمه الكاتيشين. دونك وهو التاي راهو هو بيدو نفس النبته في التاي الاخضر في التاي الاحمر في التاي ماتشا اللي توا عامل بوز عم تقول تحكي عليه. دونك في التاي الاكحل وفي التاي الابيض
اللي هو نفس النبتة. نفس النبتة اسمها كامي، أما اللي يفرق بين هذايا الكل هو طريقة تحضيره وطريقة تصنيعه. دونك هو بالنسبة للتاي الأبيض هو ياخذوا البراعم نتاع النبتة هذيك اللي هي مغذي برشا، ونلقاو فيه نسبة مضادات الأكسدة كبيرة برشا ونسبة الكافيين زادة. بعد يجي الشاي الأخضر اللي هو ناخذوا الأوراق ونشيحوهم أكهو، وبعد نحن نستعملوهم كما احنا نعرفوا، ومن بعد وراهم كلهم مغسولين ونظاف. دونك مش لازم كي نروحوا للديار نعملوا كتشليله نتاع التاي، يقول لك فما شكون يشلل التاي ويرمي الماء هذاك وبعد يعاود يغليه. راهو نخسروا برشا من قيمته الغذائيه. راهو المضادات الاكسده والكافيين، نسبه من الكافيين كلها بتمشي لنا فك الماء اللي لوحنا هذاك. دونك وبعد يجي الشاي الاحمر اللي هو زاد نسميه هذا الشاي الاسود، اللي هو النبته خذينا البلانت وعملنا لها اكسده، خاطر هي كي خليوها على غليبغ كانت خضراء تولي حمراء. تولي حمراء تولي مركزه برشا من الكافيين، دونك تفيق اكثر اما تخسر برشا من مضادات الاكسده نتاعها. دونك هذوما الفرق بيناتهم. وعندنا بعد الشاي الاخضر اللي هو يسميوه لو تي ماتشا، هو شنو ياخذوا لا بلونت اونتيير ويرحيوها سو فورم دو بودر. مش هذاك الكل فطومه، هي اخضر فاقع. علاش؟ على خاطر قبل الكويات يجيو يغطيو نبته من الفوق، دونك ما عادش تاخذ مصدر الضوء وتعمل فوتوسنتيز نتاعها، تولي تجبد المعادن من الارض. دونك نلقاو فيها نسبه احماض امينيه عاليه برشا اللي هي اسمها التيانين. التيانين هذايا حامض اميني فريمون سوبر. علاش؟ على خاطر يهدي الاعصاب برشا. اللي عنده اونتروتيان ولا عنده اكزاما ولا ماذا بيه يشرب التي هذايا اللي هو الماتشا تي قبل ما يمشي، على خاطر يعمل استرخاء ويعلي في نسبه لاكونسونتراسيون والتركيز. هي فوالا. دونك بالنسبه للكافيين توا الفرق بيناتهم، التاي الاحمر فيه اكثر نسبه كافيين اما اقل مضادات اكسده، بينما التاي الاخضر فيه اكثر مضادات اكسده. دونك هو الطريقه الصحيحه اللي نعملوها به اللي هي باش تاخذ النبته نتاعك من اللون دوبا ياخذ غلوه الماء باش ترميها فيه وتخليها غادي 3-5 مينوت. حتى الماتشاتا التي ماتشا باغ كونتخ الماء ما يزموش يوصل ل 100 درجه، 80 درجه كهو، وكونتيتي نتاع الماء اقل، وتخلطوا اون بودر. التي ماتشا مثلا في حكمه، راهو يغيسبكت لو فيجيتال، معناها يغيسبكت النبته. كيفاش؟ يقولوا اللي ميم النبته كي تتحكى على الباغوا تخسر برشا حاجات من قيمتها الغذائيه. دونك ما يدوروش اون ويت كما نحن نعملوا لصق في الباغوا، يدوروا اون ام دو تيل فاسون ديما على الانتيريور باش يخلي هو لو برودوي نتاعو نوبل، وزيد يزيد ما ماهوش غالي برشا، دافي وكهو، باش تحافظ هي على قيمتها الغذائيه. التاي فاطومه ينجم يكون دافي والا ينجم يكون بارد. راه اي عنده نفس المنافع زاده. انت عندك مثلا في الصيف تنجم تحط التاي نتاعك في دابوزه ماء وحطها في الفريجيدير على روحك وتشربها. دونك نجموا نشربوا حتى 3 كيسين تاي في النهار، عنده برشا منافع اللي هو يهدي الاعصاب، ينحي لنا تو سكي مالادي اللي هي بالكبر كيما الالزايمر، الباركنسون، المالادي كارديو فاسكولير الكل. علاش؟ خاطر ينقص من نسبه الكوليسترول اللي يمتصوا بدنا، باهي للديابيتيك زاد، خاصه التاي الاحمر باهي للديابيتيك، والتاي الاخضر باهي للريلاكساسيون. يعملوه افون لي كور دو يوغا باش عبد يحس روحو كيزين. فرق بينه وبين الكافيين نتاع القهوه هي نفس الموليكول، سوف كو الكافيين نتاع القهوه احنا لابسوربسيون نتاعو ايميديات، فيسا فيسا يطلع المخ وفيسا يفايقك وبعد يعملك شوت وبعده ديريكت تحب على قهوه اخرى. باغ كونتر التي الكافيين نتاعو اقل، معناها اللي في نتاعو شويه اما يشد ياسر وقت يدوم. وعلى قد ما انت تكثر في الحشيشه باش تكثر الكافيين. والكافيين ما يضيعش، راه معناها البنيه كي يغلي ويغلي ويغلي وهاك الكافيين ديما باش يقعد قوي وديما يقعد بنين ديما يقعد بنين ويقعد بنين. دونك يقعد يفيق اما باغ كونتر يخسر برشا مضادات اكسده اللي هما يعاونونا، معناها ينقصونا برشا من الفييسمون سيلولير. به بالنسبه فما شكون يسال ما سبيله ولا ما صافيه، للوجد يعمل ما صافيه. دونك خير، على خاطر ديما تي ما يحبش لي مينيرو، ما يحبش المعادن. علاش؟ خاطر التي راهو يلصق في المعادن وتوليك العلكه ما عادش تدخل في الانتستام تاعنا في البروتيدات وفي المعادن، معناها ما تشربوش وانت قاعد تاكل في الحم ولا حاجه، وما تشربوش مع الحليب، خاطر فما شكون يعمل شاي بالحليب. علاش؟ خاطر الينيب لابسوربسيون تاع الكالسيوم، ما يخليش الكالسيوم يدخل وما يخليش الفير زاده يدخل. دونك اللي عنده مشكله في الانيمي ماذا بيه بعد الفطور. اما يقولوا مثلا التاي الاحمر في انجلترا اللي هو تاي بالحليب يعملوه هذيك نتاع القاعده نتاعهم في القايله هكايا، اللي هو تاي سبيسيال، معناها يجي مع الحليب ويكون نورمال وباهي. هما على خاطر اون فيت في الحليب بالنسبه لهم هما، علاش؟ خاطر فطومه هو باش يلصق
ليتانا نتاع التي باش يلصقوا في الكالسيوم ويخليوه لو فيغ الي ليبر. فوالا. دونك هذاك علاش بالنسبه هما باش يخسروا لو كالسيوم اللي موجود في الحليب، اما اون كونتر بارتي باش يقعد لو فيغ ينجموا اي بوف لاسيميلي، معناها ينجم يدخل بدنهم فاسيلمون. فهمتك. هذاك علاش من محبذ نعملوه بالماء نتاع الصافيه خير من ماء سابله، خاطر هو ما يحبش المعادن برشا، هذاك علاش خاطر هو يبلوكي الامتصاص نتاع الحديد والا الكالسيوم. بعد الماكله مثلا بنص ساعه نجموا ناخذوه تاع على رواحنا. الصباح زاد اجان راهو باهي برشا تي، دونك نجمو صباح يفيق ناخذو تي، في الليل زاده في السهريه. ونحنا زدناه في تونس حاجه اللي هو ولا نافع، التريبل نتاع لي بي ازياتيك اللي منهم هما نجيبو النبتة، سي كو ولينا تي نزيدو نعناع، والنعناع هي نبته متوسطيه عندها برشا منافع. دونك احنا تي نزيدو نعناع، نزيدو لوز، نزيدو بندق، معناها ولا ان اليمون فريمون كومبلي، ولا بلا برانسيبال، ولا ولا بلا برانسيبال، ولا سوف كو ما يلزمناش نعملوا فيه برشا سكر. وبعد ناكلوا بحاجه حلوه. ونزيدوا ناكلوا مع حاجه حلوه، هذاك علاش لازم نقصوا برشا من الكونتيتي نتاع السكر، ناخذوها هكاكا ولا نجموا نحليو بالسكر الطبيعي كيما السكر نتاع التمر، والا بالعسل زاده، وهكاكا يولي لنا فريمون. وزاده نقطة الزهر اللي نزيدوها. ولا ساعات وقت الزهر نحطوا العرف ساعات تقاب الزهر اصلا في التاي في البريد. نوار نوار الزهر يعطي برشا، فما شكون يحط رنج كامومي سيترون زاده، فما شكون يعمل سيترون فيه. دونك حاجه بنينه ونافعه. الصغار نجم نعطيوه ولا مدام؟ اي الصغار زاده فاطمه باهي برشا، يعاونهم على التركيز برشا صغارنا، وينقص لهم هاك الايبر اكتيفيتي هذاك. دونك ما زيدوهوش سكر وكهو، نعطيوه سو فورم دو تيزان، معناها نعطيوه نورمال الصغار مهما كان النوع نتاعو. لا نورمال تي بالعكس باهي برشا ومغذي برشا للصغار، اما ما زيدوهوش سكر وما خليوهش يغلي برشا. قلت لكم الطريقه اللي قلت لكم عليها نعم. وحكايه الريجيم وغيره، ساعات يقول لك ناخذ تي مثلا كيما تي المات يقول لك راهو قاعد يضعف، والا التاي الاخضر صحيح والا لا؟ تو نفسرلك فاطمه، التاي ماتشا صحيح. علاش؟ خاطر التاي ماتشا احنا باش ناخذوا لا بلونت اونتيغ، باش ناخذوا بوكو دو فيبر الياف اللي هي باش تقنعنا باش تعبينا معدتنا. باغ كونتخ الاخر لي جوست باش نحطوا النبته تسيب لي زونتي اوكسيدون نتاعها وبعد نلوحوها. دونك التاي ماتشا يقنع كاريمون خاطر يعبي لك المعده. التاي الاخر لي، التاي الاخر باغ كونتخ في ثيرموجينيز، علاش يولي تحرق اكثر كي تشربوا بدنك، يولي يفرز بر اكثر حراره، دونك تولي انت تحرق اكثر. اما لحد الان ما فماش برشا دراسات تبين اللي هو يطيح برشا فريمون في الميزان تاعك. هي باهي، ميرسي بوكو دكتوره رفقه، يعطيك الصحه. خلينا نعاودوا نذكروا براند بوكي، مدام سهير ما كانتش بحضنا اليوم، نعاودوا ونقول لكم انه اذا كانت تحب تحافظ على تصاورك، تحب تحافظ على تصاورك اللي في التليفون، ساعات فما حتى تصاور قدم عندك موجودين، راهو عندهم ابليكاسيون، عندهم حاجات اللي نجم تخلي تصويرتك تتعاود، نقولوا انا تولي اكثر متطوره، التصويره ترجع تحيا كما قبل. دونك مع بوكيره وتصوركم ما يضيعوش مهما كانت المناسبه، ابعثوا لهم على السيت ويب الخاص بهم اللي www.bouquet.com، بوكي بيان سور .tn، دونك www.bouquet.tn، بوكي راهو فيها دو اي، والا تبعثوا لهم على الواتساب نتاعهم اللي هو 53 369 000، هذا الواتساب نتاعهم. كيف كيف نجم تبعثهم على الباج فيسبوك بوكي. راهو ما عندهمش كان انه هما يطلعوا لكم تصاور يحطوهم في الفوتو بوك وكهو، مهما كانت الديمونسيون بيان سور، لكن زاده ينجموا يعطيوكم، يبيعوا في دي سيبور اللي تنجموا تحفظوا فيهم تصاوركم اللي ديجا طلعتوهم اللي هما ديجا حاضرين. دونك الباك هذه زاده مزيانه، عندهم برشا حاجات اللي تنجموا تكتشفوهم اذا كان تدخلوا على الباج فيسبوك بوكي، والا تطلبوهم على الواتساب مره اخرى على 53 369 000، ولا السيت ويب نتاعهم www.bouquet.ee معناها .tn، تلقاو فورمولير تاع عمرو تبعثوا تصوركم اللي يوصل حتى 20 تصويره على حسب انت قداش من تصويره تحب تبعثها، والبوكي نتاعك راهو يحضر في نهارين ثلاثه وتوصلكم وانتم موجودين على كامل تراب الجمهوريه. ان شاء الله تكون لاباس سهيره بكر، ونراوك ان شاء الله بحثنا الجمعه الجايه، ما تنساوش تتصلوا بوكي، وان شاء الله ديما ذكرياتكم محفوظه سوى في قلوبكم والا مع البراند بوكي. خلينا تويكا نتعداو نحكيو الجيج، نحكيو على الميكروموند فور هكا ولا قلت لي اللي هو من تصميم ومنتوجات ال جي. نعطيك الكلمه رحاب. نحكيو اليوم على الميكروند ال جي نيو شيف سمارت انفرتر، يتميز كما قاعدين نشوفوا بديزاين اليغون، كاباسيتي 42 لتر والبويسونس نتاعو 1200 واط، اللي يخلينا يعاوننا باش نطيبوا خير
ونسخنوا الماكله نتاعنا في اسرع وقت. حاجه اخرى نلقاوها في الميكرووند نتاعنا اللي هو البلاتو ستابل، احنا في العاده نلقاو في البلاتو نتاع الميكرووند 3 رو اكاهو اللي ساعه لساعه كي يبدا يدور الميكرووند ونسخنوا في الماكله ولا قاعدين نطيبوا فما ريسك انها تتقلب ولا تتفزع. تراسينا تنظيف و في الميكرووند نتاع اليوم نلقاو سيغو اللي يخلي الماكله بلو ستابل، البلاتو يكون ستابل اكثر، يعني الكويسون تاعنا ولا الحاجه اللي باش نسخنوها ما نخافوش على الريسك انها تتقلب لنا. كيف كيف زاد نجمو نعملوا ديكونجيلاسيون بلو رابيد وانيفورم، يعني كي نحطوا الحاجه باش نذوبوها ذوبنا من لي كات كوتي في نفس الوقت، من لي كوتي الكل بلوتو في نفس الوقت. فهمت؟ والكويسون تاعو زاد فاتو ما عندنا الغشوفاج اونيفور اللي تسخن لنا الحاجه كي نحطوا مثلا كيس الحليب كيما يسخن من برا يسخن من داخل فرد وقت زايده، ما نقعدوش نستنيوها وسخنها وعاودها سخطوا المعقرونه اي فرد وقت الكل يسخن مع بعضه. والكويسون اللي في الميكرووند رابيد ونجموا نطيبوا فيه راهو كل شيء، الماكله كلها اللحم الدجاج الماكله نتاعنا العاديه كل شيء نجموا نحطوه في الميكرووند الجي ويتيبلنا بالكدا وفي حقه. ونجموا زاد راهو نتحكموا في الوقت سولون الكونتيتي اللي نحطوها، مثلا نحنا باش نحطوا طرف اللحم باش نطيبوها باغ اكزومبل توزن هي 300 غرام تعطينا وقت حد ال 300 غرام هذوك، مش كيما مثلا باش نحطوا حاجه نطيبوها اكثر كونتيتي. عندنا زيد ليزي كلين اللي غراس للماتيغ الدخلانيه اللي هي انتي باكتيريان 99.99% ما تخليش لي باكتيري يشدوا لنا الداخل، وحتى في التنظيف يكون اسهل. يسوفين معناها نمسحوا مسحان ينظف الميكرووند نتاعنا فاسيلمون. نلقاو فيه الهيلثي فراي. الهيلثي فراي احنا ماكلتنا فيها برشا زيوت، والقليان نتاعنا سورتو توا في رمضان البريكه هاو فريت وهاو بالزيت برشا. نجمو غراس للميكرووند نيو شيف سمارت انفرتر من ال جي نجمو نطيبوه باقل زيوت، باقل 77% زيوت، يعني تكون هيلثي اكثر الماكله نتاعنا. هذوما هما الحاجات اللي يميزوهم. وعندنا زاد ليكليراج، ليكليراج اللي هي اقوى ب 3 فوا من الميكرووند العادي. ما نستحقوش نقعدوا نحلوا الميكرووند نتاعنا باش نشوفوا الماكله اللي قاعدين نطيبوا فيها اسكو حضرت والا مازالت. بالليكليراج اللي هو قوي ديجا نجموا نشوفوها فاسيلمون. بي قداش غارانتي الميكرووند؟ عليه 10 دو غارانتي الميكرووند نتاعنا. كيما قلت لك سمارت انفرتر يعني راهي حاجه روبوست، حاجه دورابل، اي سورتو تهمنا احنا توا كتوانسه اللي هي ايكونوميك، معناها راهو ما تخافش فما برشا يقول لك لا على خاطر الميكرووند طيك لي اكثر ضوء، لا حاجه زايده، لا توا ولا في وقتنا توا سورتو اللي نحنا نخدموا وتروح تزرب واحد راهو يعاوننا برشا في كوجينتنا. نجموا زاده بنفس الابليكاسيون اللي حكيت لك عليها لي جي ثينك ونعملوا له دياغنوستيك العاده ونلقاوه في لي روفوندور اوفيسيال الكل. فوالا نلقاوه نجموا كيما نكلموه مع الكول سنتر 80 100 543، ولا زاد نجموا نتصلوا بهم على النمو واتساب نتاعهم 98 100 543. ديما تلقى شكون ينصحك ويبعثك للبوان دو فونت اللي ديسبونيبل. ميرسي بوكو رحاب حميد، كان تحكي لنا على الميكرووند الخاص بال جي. نرجعوا بعدها الشيف سامي. مشكوره فاطمه. نوصلوا توا للحاجه الحلوه قبل هذه، نحب نذكر بربي بسيكام اللي هو الو برودوي د لاني سورتو في الجام التومات بولي ان النورمال واللي مفوحه بالثوم والصوص بيتزا. واحنا نشوفوا مع بعضنا هنا الدويده نتاعنا قداش حمراء، انا سقيتها جوست مره بركه والحم سي بون طاب، زدتها شويه جلبانه وبصل من الفوق اللي خرجناهم من الصوص، دونك توا نطفي عليها ومن بعد نزيدوها جوس اللحم ونزينوها الكيكه فوق طاولتنا. تو نوصلوا للحاجه الحلوه، قلنا اليوم باش نعملوا الكيك بالفخيز من عند سمارت شيف، دونك نستحقوا كالعاده لي بريباراسيون ومع 100 ملل حليب
و 100 غرام مارغرين ولا زبدة بتبيع، ومعهم كعيبتين أعظم هذوما الكل باش نخلطوهم لين تحصلوا على تكستور كالعادة، ماهيش كونسونتري وماهيش ليكيد برشا. باش نسخن الفو 180 دوغري لمدة 35-45 دقيقة باش نخليوهم يتيبوا، ومن بعد باش نخرجوه باش نخليه يبرد، وباش نزيد عليه المعجون نتاع الفريز من عند زادا سيكام باش نزين بيه الكيك نتاعنا. دونك انا باش نكمل المونتاج نتاع الكيك، ومن بعد باش نرجعوا نشوفوا مع بعضنا الطاولة كاملة. ميرسي شيف، يعطيك الصحة وقايد. باش نشوفوا سبوت الخاصة ببيولانج. بيولانج يسهلها عليك بتركيبته جديدة اللي تحافظ على الألياف باش الحوايج تعيش أكثر وتقضي على البقايا الصعيبة. أما الريحة نخليكم تكتشفوا البنة. بيولانج، شنو هو السر؟ دونك هذه كانت سبوت الخاصة ببيولانج اللي كل مرة يدلونا بدي برومو موجودين في مغازاتنا الكبرى على كامل تراب الجمهورية. مثلا نحكيو على البرومو اللي تشري منه 2 لتر من بيولانج اوتوماتيك صابون مارسي، تاخذ معاه 2 لتر كيف كيف اكسيون 3 زاد ابليش. دونك هذه الفورفي الأولانية. الفورفي الثاني نحكيو على فيب كويزين 500 مللتر، تاخذ الغوشارج نتاعو 500 مللتر زاد كيف كيف ابليش. دونك هذوما لي برومو الموجودين على كامل تراب الجمهورية. وما تنساوش عنا جو كونكور الخاص ببرنامج الويكاند، دونك تلقى لافيش هذه موجوده على الباج فيسبوك نتاعهم بيولانج ليسقا ولا بيولانج ديتيرجون. شنو تعمل؟ تعمل ابوني للباج، كيما تعمل كومونتير اللي تلقى فيه دي هاشتاغ نتاع الفيب ولا ديب ولا بيولانج ديتيرجون ولا اي برودوي من عند لي برودوي بيولانج وشركه 3 بي. زيد من بعد تعمل البارتاج، وان شاء الله نهار 8 افريل باش نشوفوا شكون الفائز ولا الفايزه بالباك الكبير بكل من اهداء شركه 3 بي بيولانج. وقايد زادا التويك باش نحكيو على دليل زادا مع شركة كونفورتكس مع رستم بوهلل. الطومة كما العادة وكما حكينا أمس اللي قلت أنت دليل دليل في رمضان سوتيم كونفورتكس تهدي السادة المشاهدين واللي باش يعمل جامع الباج ويتاقي ثلاثة من أصحابه في التصويرة اللي متصورة أنا وياك باش يربح السيجور نتاعنا. به بريف اليوم حبيت نزيد نتوسعوا شوية ونحكيو في الموسم تاع سوتيم كونفورتكس، بخلاف اللي بحنا باش نلقاو لهنا كيما نشوفوا لي دونسيتي ريتو لهنا بالكاشي نيميريك. انا لا دونسيتي نتاع الموس باش نلقاوها 28-30 كيما تشوف هذه الكثافه نتاعها. معناها لهنا الموس باش نلقاو زادا اللي الكاشي جديد اللي فيه السيجل كونفورتكس. لهنا السيجل نتاع كونفورتكس، معناها واش قاعد انا نوري بخلاف هذايا الكاشي نيميريك باش نلقاو السيجل كونفورتكس وفيه لا دونسيتي نتاع الموس. معناها السادة المشاهدين وقت احنا رانا باش ناخذوا موس سوتيم باش نتاكدوا من اللي موس سوتيم اللي هو يدوم سنين السلوغون نتاعنا، راهو باش نلقاو سلوغون موجود هذايا باش نلقاو زادا الكاشي نيميريك. باهي المواطن العادي كيفاش باش يلقاها ويشوفها؟ الماتلا نتاعو وقت اللي باش يشري الماتلا باش يحل الهوس ديما احنا سوتيم. الور لا وقت اللي باش تحل نتخيلوها هذه الماتلا نتاعنا، معناها البلاك دو موس اللي هي كيما نقولوا احنا متر 90 على 70 14 هو الدونسيتي اللي حاجته الكبر نتاعها. لورسك اللي باش يحل السلسله نتاع الهوس باش يلقى السيجل وبجنبه معناها الكاشي نيميريك. باش مش كل مثلا علاش احنا قاعدين نحكيو هكا ونواصلوا كما قلت انت كيفاش المواطن العادي باش يعرف؟ مش يجي روفوندور كيلكو سوا يقول له لا هذا والله احسن موس ويبدا يحلف الايمان واحد. لا، من هنا سوتيم باش تضمن لك حقك كانت مش شاري كليون باش لازمك تعرف لا دونسيتي نتاع الموس اللي حاجتك بها. كان حاجتك بال 22-24 بال 24 بال 17-19 معناها انت هو الموس لهنا فاطمه كل قدير وقدره. اي متفقين. باهي لهنا زاد احنا نحبذوا وقت اللي باش يشري مع لي روفوندور يحكي معاه. صحيح كل قدير وقدره لكن فما دونسيتي تطيح. لا دونسيتي اللي هي الكثافه راهو بالاستعمال نتاع الموس فما دي دونسيتي باش تكون مثلا لهنا 14 سنتي ولا 15 سنتي بعد مده راهي باش تطيح سنتي. بعدين كيما نقولوا احنا دونسيتي القليله مثلا 12-14 وقت تاخذها 14 سنتي من بعدين راهي باش تولي لك هكا.
معنا دو بريفيرونس من ماذا بينا احنا لي ريفوندور وقت لي اي كليون باش يحكي معاه يزمو ينصحوا على كل شيء، لكن مع هذا باش احنا نزيدوا نوعيوا الساده المشاهدين والكليونات نتاعنا اللي تحب موس سوتيم راك باش تلقى الكاشي نوميريك اللي موجود فيه لا دونسيتي نتاعنا لهنا، بخلاف هذايا باش تلقى السيجل نتاع كونفورتكس السيجل اللي معروف به وتلقى لا دونسيتي موجوده لهنا، كيما نقول نلقاو لهنا مثلا 30 لهنا الماجيك 35 باش نلقاو 35 من غاديك مثلا لا دونسيتي 26-28 لهنا باش الساده المشاهدين يفهموا المطلع نتاعهم. الوغ لا نعاودوا نقولوا وقت باش ياخذ راهو يحل السلسله مثلا نتاع الهوز جيرزي باش يلقى السيجل، والا اي كليون يجي لي روفوندور يقول له نحب موس سوتيم اعطيني نشوف السيجل نتاعو. اوكي. موجود. احنا حتى في لي بلوك الكوليكا راهم موجودين لا دونسيتي معناها كنا نحكيو بمصداقيه كل شيء على عينك يا تاجر معناها كيما نقولوها ما تشري حاجه كان ما تبدا لهنا. بريف نرجعوا للسيجور نتاعنا كيما يشوفوها الساده المشاهدين لا توندونس نتاعها التيسيو نتاعها راهو في الفيلور دو سوا حاجه مزيانه وان شاء الله مبروك على اللي باش يربحها الجمعه الجايه. يعطيك الصحة رستم بوهليل على المعلومات هذه الكل وميرسي سوتيم وكونفورتكس على ديما الهدايا للمشاهدين تاع برنامج الويكاند. نرجع بعدها الشيف سامي. مشكورة فاطمة نوصلوا توا لختام حلقتنا كما تشوفوا يلزمنا ان بتي ريكاب للي روسيت تاع اليوم باش نبداو بالشربة هذية نتاع وردة اللي هو بالحق اكتشاف حتى عندي انا حاجة خفيفة وبنينة وفيسع الطيب عملناها مفورة بالطبيعة بالستيك دو داند من عند مليحة بدينا بالصوص نتاعنا خذينا ستيك دو داند مليحة بصل في شوية زيت قليناهم معاهم التومات بولي اللي مفوحة بالثوم من عند سيكام والتومات كونسونتري وبالطبيعة الهريسة ملح فلفل اكحل شوية تيبل شوية كركم خليناهم الكل مع بعضهم يغليوا زدنا زد جلبانه شويه سفناريا وبطاطا ومن بعد سقينا الشوربه نتاعنا من الاول بشويه زيت فركناها ومن بعد زدنا الصوص خليناها تفور جوست مره بركه حكيت درجين كيكا ربيع ساعه جرون ماكس ومن بعد خليناها تبرد فركناها وزيناها من الفوق كما تشوفوا جرينات فلفل وشويه فلفل بيمونت كاين مع هذيا عملنا اللي بركات اللي الباز نتاعهم قوطه مرياح والطن البدر زادة طن الموجة سامحوني طن الموجة بالزيت النباتي اللي خدينا الزيت النباتي هذاك ما روحناهوش فوحنا به زادة البركات نتاعنا الفارس فيهم بصل معدنوس ذبلناهم شوية خلطناهم معهم عظمة زادة سمطناها وربيناها جبن الجبن البيستو زادة من عند مرياح البرودوي جديد مع القوطة عظيمة خلطناهم الكل مع بعضهم حطيناهم في البركات 160 دوغري لمدة 20 دقيقة لين يذوب جبن ومن بعد خرجناهم مع هذا عملنا السلايطة اللي الباز نتاعها لاختيشو دو بيزيخت مع هو صمتنا شوية بطاطا خدينا شوية معدنوس زيتون أكحل تومات سوريز ولا تومات نقصوها جويدة ومعدنوس زيت زيتونة خلطناهم الكل مع بعضهم ومن بعد زيناهم زادة بالبيمون دو كاين ومعهم هما قصينا الجودا جبن زاده من عند مرياح خلطناهم الكل مع بعضهم بعد زيناهم بشويه اعظم مع هذا عملنا الحاجه الحلوه من عند سمارت شيف اللي هو الكيك بالفريز اللي خذينا 100 مليلتر من الحليب 100 غرام زبده كعبتين عظم مع البريباراسيون خلطناهم الكل مع بعضهم 180 دوغري حاط ايديهم في الفور المده بين 35 مينوت و 45 مينوت بعد خرجناه خليناه يبرد في عقله انا زدت اليوم معجون زاد سيكام بالفريز زدت شويه ما بارد من الاول وخليته في عقله يغلي ومن بعد صبينا المعجون هكا ولا ليكيد اون ديغي اون صوص معناتها مع الكيك باش يجينا ابن وابن ان شاء الله عجبوكم لي روسيت نتقابلوا احنا ان شاء الله الجمعه الجايه في دي روسيت جدد. ميرسي شيف يعطيك الصحة، ميرسي ميز انفيتي نورتونا يعطيكم الصحة على المعلومات، ميرسي زاد المرقوم التونسي اللي مزينين بلاتو الويكاند يعطيك الصحة المرقوم التونسي نلقاو على باج فيسبوك والانستغرام المرقوم التونسي، دونك للناس اللي تحب تشري حاجات هكا تراديسيونيل ولا تكري راهو يتصلوا بالمرقوم التونسي نلقاو عنده دو شورومز الأولانية في طريق بنزرت في سكرة إذا كان طالع بنزرت قال على إيدك اليسار، إذا كان جاي من بنزرت قال على إيدك اليمين، وإلا نلقاو زاد الشوروم الثاني نلقاوها في
طريق المرسى مقابل سفارة أمريكا. نجموا زادة تطلبوهم على 20-118-780 ولا باش فيسبوك ولا انستغرام نتاعهم قلت اللي هي المرقوم التونسي. ميرسي زادة فلور دو ليس اللي نلقاهم في البحيرة، نلقاهم في المنزه، نلقاهم زادة في المرسى. دونك فلور دو ليس تلقاو باش فيسبوك ولا انستغرام نتاعهم، تلقاو تليفوناتهم تطلبوهم تاخذوا لو رونديفو نتاعكم. ابارتيغ من النص الثاني نتاع شهر رمضان يبداو يخدموا بالليل، اما تويكا يخدموا من 10 نتاع الصباح حتى 4 نتاع العشيه. ميرسي زاده نشكر فوكسال البوتيك نلبسه من عندهم، البوتيك الاولاني نلقاو في ماجرين في طريق الحبيب بورقيبه، والثاني نلقاو في المروج 6 بحدا البوسطه الجديده. فوكسال عندها ياسر حوايج مزيانين نتاع عكسي، وعندها دوطخ بوتيك زاده الحق ما كنتش نعرفها ما موجودين في المروج اللي هما تلقاو فوكسال حوايج صغيرات حاجه مزيانه كل بوتيك وهي خاصه بهم. انا نلبس من فوكسال حوايج انسي، نقول لكم وين نلقاو لي بوان فونت نتاعهم. زاد تلقاهم راهو حوايج رجال حوايج صغيرات وديما كاليتي مزيانه واسعار محلاهم. دونك فوكسال نجم تطلبوهم على 98-223-137. وبربي انسي اللي بعثوا لي قالوا لي لي تاي كيفاش مع فوكسال، فوكسال توصل حتى لتاي 54 وفما حتى 56 بالشواء الكل. دونك خليني زاد نشكر نيلاند باي الهام نلقاوها في حدائق العوينه، تليفونها 24-704-208. نجم تمشي تدلل روحك اما تاخذ الغونديفو قبل. ميرسي شوز الحياه اللي نلقاوها البوان فونت نتاعو موجوده في صفاقس، ولا نلقاو على باج فيسبوك والانستغرام شوز الحياه والحياه شوز. دونك تليفونهم 58-415-480. ميرسي فريق الاعداد زميلتنا هاجر بنصير، كيف ميرسي الفريق التقني، ميرسي جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ملتقانا احنا ان شاء الله السبت الجاي، ما تنساوش تتفرجوا غدوه في زميلتي صفا الجمازي في برنامج الام 9. شاي طيبه وبسلامه. السلام ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات ماجي الويكاند. فرحانة برشا بتفاعلكم معنا، مساجاتكم راهم قاعدة توصلنا. واليوم في ماج كولت باش نحكي لكم على حكاية جامع، منارة من منارات الإسلام في تونس. الحكاية اللي باش نحكيوها اليوم هي حكاية جامع الزيتونة. نمشي ونشوف.
كان قلعة من قلاع الإسلام في العالم العربي ولازال فخر للتونسيين والمسلمين أجمعين. وتوا في ماكول زيدا في الجزء الثاني منه باش نحكيو على ولا نعود بلوتو على المسابقة الوطنية لصناعة المحتوى المؤثر تحت عنوان ريحة البلاد. وهالمسابقة الوطنية هذه كانت من إنتاج كلوب جون يوتيوبر دار شباب حمام لمف وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة واللي كانت صارت في سوسة من 19 ل 22 مارس. نمشي ونشوفوا هالإيفينمون هذا ونرجعوا. المسابقة الوطنية لصناعة المحتوى المؤثر ريحة البلاد كانت فكرة من إنتاج كلوب جون يوتيوبر حملنف اللي هو ينشط في دار شباب حملنف، دعمتها الإدارة العامة للشباب اللي انطلقت في الولايات الجمهورية التونسية الكل واللي كان موضوعها ومضة تحسيسية سياحية إشهارية للمناطق هذه. الأولاد اللي تسابقوا في الجهات ترشحت على كل جهة زوز شباب بعمل للمسابقة الوطنية اللي كانت في سوسة. والله الحقيقة كنت فرحان برشا أول ما شفت اللي فما نوع من المسابقات هذه في تونس، سورتو اللي الحاجة اللي تفرح أكثر أنه الأورغانيزاسيون الكل من دي جون كيفنا، دونك نصور باش تقطع شوية مع حاجاتك اللي تكون فورميل برشا. أحسن حاجة عجبتني هي حاجة مش شباب وللشباب، دونك حاجة ياسر تفرح كي نلقى برشا دي جون قاعدين يخدموا ويتعبوا باش احنا نشاركوا في نوع من المسابقات هذه ونتعلموا منها ونتحسنوا. السلام ومرحبا بكم، احنا تو في البوست برود تاع المسابقه الوطنيه لصناعه المحتوى مؤثر ريحه البلاد في سوسه. هاكم تشوفوا معناتها عندنا برشا خدمه، خاطر احنا معناتها كنا منظمين برشا، قسمنا لتروز ايكيب. ليكيب الاولى اللي هي توسكي ديزانترفيو كادراج ومونتاج سور لو شون، ليكيب الثانيه اللي هي توسكي شوتينغ تصاور وريتوش سور فوتوشوب سور بلاس، وليكيب الثالثه اللي هي توسكي بيستوف والكواليس كل نهار تهبط بيستوف. ونتعداو المرحله الاخرى اللي هي حاولنا انه ماكسيموم ناثروا الشباب في عملية الكادراج اللي هي نهار الأول وعملية المونتاج اللي هي نهار الثاني. وهذا كان لينا تحدي كبير برشا، خاطرنا خدمنا برشا فيديوهات كادراج ومونتاج في وقت قصير برشا، وهكيكا نحسوا في روحنا احنا تحسننا برشا وتطورنا برشا على قبل. الأعمال هذه تجمعت وتعدت للجنة التحكيم اللي هي كيف اللجنة هذه متكونة من شباب عنده خبرة في الميدان معناتها ومحترف، ولكن في نفس الوقت هو ينشط في الكلوب جون يوتيوبر، دونك كانت المسابقة 100% دي جون. تعدت أجواء ممتازة برشا وطيبة، لحقنا ولعبنا وخدمنا وتعبنا وما رقدناش، أما أونفا خرجت حاجة مزيانة. أنا من نجم نقول كان إن شاء الله مبروك للفائزين اللي فازوا في المسابقة الوطنية هذه، ومن هوني نعرفوا قديش مهم ومهم جدا دور الشباب في العناية بالمواهب هذم والعناية وتأطير الشباب متاعنا. وتوا جاء وقت ماج لايف ستايل، وفي فقرة اليوم ولا في الجزء الأولاني من ماج لايف ستايل اللي باش يكون برعاية مخابر أغياج باش تحكي لنا مدام ليلى الرباعي على لي سوان دو نوي باي أغياج. نمشيو نشوفوا الفقرة هذه ونرجعوا. Expertise dermatologique née au sommet. Uriage, l'eau thermale des Alpes. عسلامة الناس الكل، اليوم باش نكملوا نحكيو لكم على الهيدراتاسيون، واخترنا باش نحكيو لكم على الروتين دو نوي. علاش نستعملوا دي سوان دو نوي؟ Tout d'abord, c'est un moment de détente, c'est un moment de bien-être. La peau متاعنا في النهار يتعداو عليها برشا pollution, نعملوا مكياج, نعملوا écran. Donc, ماذا بينا في الليل نعطيوها شوية وقت ونتلهيو بها كيما يلزم. كما تعرفوا الناس الكل لي سيلول نتاعنا يخدموا في الليل اكثر من اللي في النهار، اي لا ميكرو سيركولاسيون اي لي بلو رابيد والبو نتاعنا اي لي بلو ريسبتيف. هذاك علاش احنا ديما في الليل نختاروا دي سوان دو نوي سبيسيفيك، معناها دي سوان ديتوكسيفيان دي سوان ريجينيرون كل تيب دو بو ولا بيزوان باش يختار السوان اللي يمشي معاه. ودايوغ حتى لي تيكستور يتبدلوا اي لا كومبوزيسيون نلقاوها بلو كونسونتري في لي سوان دو نوي اكثر من سوان دو جور. هكاك كي نقومو في الصباح نلقاو لا بو نتاعنا إلي روسورسي إلي بلان دو فيتاليتي ونلقاوها إيدغاتي وفيها إفي بونوي. لا روتين دو سوار أورياج،
كما تعرفوا الناس الكل في الروتين نتاعنا عندنا بليزيوغ ايتاب ديما باش نبداو بالنيتوايون ديما نختاروا ان نيتوايون سولون لو بيزوان دو نوتر بو من بعد باش نعملوا لو تيرماك كي فا تونيفيي اي بريباري لا بو بو ريسيفوار لو سوان ما ننساوش الكونتور دي زيو نتاعنا هي بلاصه يلزمنا ديما نتلهاو بها دونك الفو ليدراتي ومن بعد بور فينير Le masque de nuit, c'est un bain thermal, c'est un bain hydratant. Nous utilisons le lit, il y a effet 8 heures de sommeil, il fait la peau interne très hydratée, en même temps, il a un effet bonne nuit. Le masque il est riche en acide hyaluronique et en eau thermale. Mais nous utilisons la crème pour les mains, il faut s'hydrater les mains, et surtout dans le Ramadan, nous utilisons le barchamay, donc nous utilisons une crème hydratante et surtout la crème d'eau, elle hydrate les mains en même temps, elle renforce les ongles. Quand on a un besoin pour les lèvres, c'est de kif-kif, on a le stick à lèvres hydratant. Prenez soin de vous, prenez soin de votre peau. Inch'Allah, maraje, je vais vous parler des soins pour les mains. Tawa Ramadan, on a besoin de s'hydrater les mains. Je vais vous parler de la peau, de la peau, de la peau. Inch'Allah, chéhia taïba, Inch'Allah, à très bientôt. نحب ديما نفكركم اللي لي برودوي اورياج هما لي برودوي اللي ينصحوا بهم هما من اكثر لي برودوي اللي ينصحوا بهم اطباء الجلديه لي ديرماتولوج واللي فارماسيان باش تستعملوهم ونحب نفكركم زيدا ونقول لكم اللي لي برودوي اورياج متوفرين في الصيدليات على كامل تراب الجمهوريه واذا كان تحبوا تعرفوا اكثر معلومات على لي برودوي اورياج على السوان نتاعهم ما عليكم كان تدخلوا على الباج انستغرام هكاك تنجموا تشوفوا واش عندهم سينو تنجموا تتصلوا بهم على الرقم اسفل الشاشه هما يبدوكم بالمعلومات المفيده وتوا وصلنا للفقره الاخيره نتاعنا ماج اكسبير وفي ماك اكسبير اليوم باش يكون ضيفنا ايتال كار لو كونسيسيونير اوتوموبيل ليدر او مارشي تونيزيان باش يحكي لنا على ماركه جديده هي مش جديده برشا اما نجم نقولوا عليها جديده في تونس هي شانغان اذا كنت تحبوا تعرفوا اكثر على مارك شانغان وعلى لي فواتور اللي موجودين في بالكونسيبت ستور دونك مرحبا بكم في شوروم ايتال كار ايتال كار كما تعرفوا كونسيسيونير اوفيسيال دي مارك ايطاليان فيات الفا روميو جيب اي اون اوسي لي كاميون لي كاميون ايفيكو دونك مرحبا بكم وعندنا اوسي لا مارك شانغان دونك لا مارك شانغان سي اون مارك شينواز ليدر دو مارشي شينوي بون جبناها في تونس دوبوي 2021 لا مارك شانغان ديدي للبروفيسيونيل دونك عندنا لي ميني تراكس سينو عندنا لي فورغونيت والا عندنا لي بيكاب 4x4 بيكاب هانتر 4x4 كيما قاعدين تشوفوا هذايا لا مارك شانغان اون فيرسيون بلوتو ان فري 4x4 تمشي دوزون للعباد البروفيسيونيل والعباد اللي مغرومه باللوكس بريميوم دونك ان فري 4x4 فوالا
كما شفتوا معنا في الغوبورتاج لا مارك هذه ديدي للي هي عندها برشا كراهب متنوعين ديدي للي بروفيسيونيل. انتوما اذا كان تحبوا تاخذوا اكثر معلومات واذا كان تحبوا تشوفوا الكراهب دو لا مارك شانغان منكم اليوم ما عليكم كان تمشيوا للكونسيبت ستور اللي موجود في الازور شانغان. احنا هكا مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم وما بقى لي قبل ما نختم معكم كان باش نعمل لي ريميرسيمون نتاعي. دونك نبدا بمها مودن على نشكرها برشا على الكومبينيزون مزيانه اللي ملبستها لي اليوم. مها مودن براتيكمون تلقاوها ان بو بارتو. اذا كنت تحبوا تاخذوا اكثر معلومات ولا تتفرجوا في لي موديل دو مها مودن ما عليكم كان تدخلوا على السيت ويب مها مودن ولا على الباج انستغرام مها مودن. نحب نعمل ديديكاس سبيسيال الفن ار على هالبرنوس المزيان هذا اللي ملبسته لي اليوم. دونك فان ار ادخلوا على الباج انستغرام تاعها عندها اون كوليكسيون فريمون مانيفيك فو بوفي دينيشي حاجات مزيانين على الاخر. نعمل زيدا ريميرسيمون كبير لحبيبه جولوري على لي اكسسوار. حبيبه جولوري ديجا سنين احنا عندنا مع بعضنا دونك نشكرها برشا على الخمسه هذه. تنجموا تدخلوا على الباج انستغرام حبيبه جولوري سينو تمشيوا لها لوتيل كونكورد تلقاو ستور نتاعها غادي. ونشكر زيدا سي سايد. سي سايد لا مارك اللي هي سبيسياليزي في لي شوسيور. سي اون مارك تونيزيان ماركه مزيانه برشا وتخدم حاجات دو بون كاليتي. دونك سي سايد ادخلوا على الباج انستغرام سي سايد هكاك تشوفوا لا كوليكسيون نتاعها ساشون كو راهم عاملين دي بروموسيون. انا هكا ما بقى لي كان نقول لكم شهيه طيبه وان شاء الله نشوفكم يا ربي على خير وسلامه الويكاند الجاي. باي باي.